يا كريم، مساء السعودي. كريم، الكاميرا وياك. اختم الحلقة انت من يمك، شو تريد والله تقول اخويا للناس؟ احنا مجبين نتكلم مو على فد موضوع سياسي، انا لست سياسي ولست طرفا سياسي ولا اطمع ان اكون سياسي، انا ابنكم واخوكم، واللي جاي اقوله هذا قدامكم بالدليل طلعته اني. انتم رايحين غلط، انتم رايحين باتجاه قد تنهارون كوطن. انتم هذا مشروع الانقاذ الوطني. انتوا لو قابلين 400 مليار دولار 2015 والله انتم ملوك الان، كان انتوا هسه تاكلون بشكل محترم، ما عندكم اولادكم الان يعني مستقبلهم ضايع، قاعدين بالخريجين كلهم على الارصفه يردون تعيين، وانتوا عندكم 60% من ابنائكم شباب. انتوا عندكم ثروه بشريه وثروه الله منطيكم، وتحت ارجلكم ثروه وثروه مائيه، وتحتاجون مشاريع بنى تحتيه ومشاريع مصانع، وتتحولون باسرع ما يمكن الى الاقتصاد المتعدد الموارد. يعني خلال سنوات انتوا وجهكم تاج الحرير ولؤلؤه الحرير اللامعه، وهذا المشروع اللي يترككم وان شاء الله ساكر. تفتحون بني. اشكرك،